شو تريد؟ شلون زينك؟ أبي تشرب. سبايكي. ها؟ لا مو سبايكي. هيك هيك. واقف اللي فوق. هو اللي فوق. ها طاسة يفتر منها لازم. يفتر منها. هاي طاسة. بس هيك يسمونها سبايكي. أنت شو تريد؟ اللي فوق. بس خليج الحلاق. نايم الحلاق. يعني ها هيك تنزله؟ هاي الحركة اللي أريدها. هيك تريده؟ جاي شلون والله خبلتني هيكي هيكي اما سجاد شلون ما اسوي سوي مو طلع حلو ولا هو حلو مقاعد ها تقول حلو مو حلو 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 مو حلو حلو يلا خلينا نشوف شو راح يصير بال يلا 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 سجاد يكون سوي شعره ايش واقف شلون سيم معين مثل سيم معين سوي واشتغل فير اشتغل اشتغل فير انا هذا كمان ماشي ما مزين لا يا ولا لا ما سين سين يومي سين يوان هاي القصة يا ريت هاي شي تريد هاي القصة؟ يلا هاي القصة الحلوة تدري ما في قصة؟ يلا يلا هاي القصة الأصيلة شباب يريد تدري هاي القصة هو أي واحد يريد هاي القصة يجي هذا الحلاق شوفوا لي هذا الحلاق شافه ابن علاوي هاي شايف كل قصات حديثة يسوي أنا في حلاق الساعة 11 وما فتح تقول لك ايش حلاق؟ تقول أنت؟ هي هيجي 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 شوف الحمودي اللي ريت هاي القصة ها أحمر وأصفر وبني أحمر وأصفر وبني يعني قفلت على هذا اللون شنو عاجبك بهذا اللون والله قلت عاجب ها عاجبه يلا سرع سرع أحمر وأصفر وشنو هو أصفر أحمر وأصفر وأخضر وبني يقول قزح سوي لا ابو يلا ها تمام هسه تمام عمو دغس تعوفه هيك لا بدمه كان رونه ما صبغ ها ها جنبرت عالي برتقالي اي صدق شنو برتقالي لا جنبرت عالي شنو برتقالي هذا شلون مقتنع بهذا الصبغ اقول شنو برتقالي تعالي تعال قشمره قال لك هذا حلو تعال صار حلو انت يا قشمره قال لك هذا الصبغ حلو بس قل لي كيفي كيفك يلا ضبط مثل هاي انا حط طبرار انا طبرار سبق شو اسمه سود سوي خطوط له شوارع شوارع هذا تقاطع مالهم